قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو رضا حضور ميران المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ذلك لتقديم الدعم للاعبي المنتخب قبل مواجهة الكونغو المصيرية والمرتقبة بتصفيات المونديال. يحضر مجلس الجبلاية ميران المنتخب اليوم باستثناء مجدي عبد الغني لتواجده في عمان لرئاسة بعثة منتخب الشباب المشاركة في دورة عمان الودية. يخوض الفراعنة ميرانهم اليوم في 6:30 مساء على استاد برج العرب بالاسكندرية، حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي يوم الأحد المقبل بالجولة 5 من تصفيات المونديال.